اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم دايما احلى. معاكم دكتوره ولاء ابو الحجاج، نائب رئيس الجمعيه المصريه للسمنه وامراضها ومدير مستشفى ارساله تخصصي لجراحات التجميل. الحقيقه النهارده انا يعني مخصصه الحلقه دي علشان اتكلم شويه عن البشره وعن جمال البشره وازاي نحافظ على البشره حتى واحنا ماشيين على اصعب الانظمه الغذائيه. بشوف مشاكل بشره كتيره جدا، شباب وشابات في سن صغير بيعانوا من تجاعيد وهالات ويمكن رونق البشرة بيبقى ضايع شوية، بيبقى فيه نمش، كلف، هالات سودة حوالين العين للناس اللي داخل على امتحانات. طبعا الكلام ده كله المفروض ان احنا ننتهي منه تماما، يعني حتى لو في ضغط نفسي او ضغط معين لازم يعني نخلي البشرة تاخد جنب شوية. الناس او السيدات والبنات، خصوصا البنات اللي بيعملوا انظمة غذائية فيها يعني ما بياخدوش كميات وافرة من المية، من العصائر الطبيعية، من الفاكهة، الحاجات دي كلها لما بتتاخدش أثناء النظام الغذائي أو أثناء التخسيس بتعمل ضعف في البشرة. في ناس حتى بتبتدي تخس من بشرتها رغم أن الجزء السفلي في جسمها مثلا ما بيتحركش. مشاكل تانية زي مشاكل السمنة وغمقان بعض المناطق في الجسم، وخصوصا المناطق الحساسة بما فيهم الرقبة والركبتين والكوعين، كل دي حاجات بتعمل مشكلة نفسية لكثير من البنات والسيدات. الصراحة ان انا جالي على صفحة الفيسبوك عندي اسئلة كتيرة جدا حوالين وصفات خاصة بالبشرة، ازاي نعمل البشرة تنور، ازاي نقدر نتخن البشرة بكريمات طبيعية. كل دي اسئلة كنت بجاوب عليها، بس انا لقيت كتر الاسئلة بيخليني اتكلم شوية في موضوع العناية بالبشرة وجلسات البشرة، وخصوصا للبنات اللي عندهم مناسبات على العيد او بعد العيد. فالمفروض ان احنا نجهز نفسنا من دلوقتي بحيث ان احنا نوصل في الوقت ده، لان البشرة خدت اللوك او المظهر الطبيعي بتاعها الفريش اللي بدون اثار حب شباب، بدون اثار نمش، كلف، هالات حوالين العين. الحقيقه مش بس النظام الغذائي اللي بيبقى كافي لبعض الحالات، يعني انا لما بدي اي مشكله بتجيلي عندها مشكله غمقان في البشره، هالات سوداء حوالين العين، انا ببتدي اول حاجه اعملها او اول روشته بتاخدها المريضه ناكل ايه وما ناكلش ايه، نشرب ايه ما نشربش ايه برضو. كل دي حاجات المفروض بنأسس بيها حالة الجلد. بعد كده نبتدي ندي النصايح العامة، استخدام واقي الشمس، استخدام المغذيات من الكريم، دهانات معينة، صابون معين يستخدم على الجلد، ايه الافضل لنوع البشرة ديت، دي تاني حاجة. تالت حاجة نبتدي نسرع نتيجة الاتنين دول عن طريق حاجات معينة، او بيبقى في بعض المشاكل بتبقى محتاجة علاج، زي مثلا لو في مشكلة في البشرة واحنا عندنا انيميا لازم نعالج الانيميا، لو في مشكلة في البشرة وعندنا مشكلة معينة في الدورة الدموية او نقص زنك دي كمان لازم تتعالج. نغير من عاداتنا السيئة لعادات صحية، نبتدي بقى نخش في العلاج الفعلي لهذه المشاكل. الحقيقة ان الميزوثيرابي كان عمل طفرة كبيرة جدا في علاج مشاكل البشرة وسرعة علاج مشاكل البشرة. الميزوثيرابي دوت عبارة عن أنواع كتيرة من أنواع الحقن اللي بتدي تلبي احتياجات البشرة من ضعف دورة دموية، من غمقان بيبقى موجود، من هالات سوداء بتبقى موجودة، من أثار حب شباب، حتى لو قلنا أثار الجروح والحروق والتشوهات برضو بيفيد فيها جدا. ويمكن في ناس كتير قوي بيبقى مطلوب لهم عمليات جراحية بيستغنوا عنها لأنهم بيشوفوا تحسن من الجلسات اللي بتتعمل. الحقيقة يمكن كان الميزوثيرابي الأول بيتعمل عن طريق الحقن، دلوقتي بقت في أجهزة بدل كمان الحقن، بدل المنحقن في أماكن معينة، احنا ممكن ندخل هذه المادة عن طريق أجهزة بتقنية النانو تكنولوجي علشان نقدر ندخل المادة دي جوه الجلد. مش بس كده، الميزوثيرابي لعب دور كبير جدا في مشاكل الجلدية الصعبة زي حالات البهاق مثلا، بقينا ممكن نحقن مناطق بيضة
كاملة أخدت سنين وسنين في العلاج ومفيش نتيجة، بقينا نحقنها بشكل فوري عشان نطفي اللون الطبيعي على الجلد. فطبعا طبعا دي حاجات كلها أثبتت نجاحها وأثبتت جدارتها يمكن على مستوى الجلسة الواحدة. الحقيقة جالي أسئلة كتيرة جدا عن مشاكل الشعر برضو وتساقط الشعر. الحقيقة الموضوع ده أنا كنت محضرة له تقرير النهاردة، أنا هأجله اليوم السبت الجاي إن شاء الله، والتقرير دوت بيتناول كيفية نقل البصيلات من مؤخرة فروة الرأس للمكان الأمامي في فروة الرأس. ويمكن في ناس كتير قوي سألوني عن الميكانيزم ده بيتعمل إزاي، أو إزاي بتتم نقل البصيلات، كانوا عايزين يشوفوا له إنيميشن. أنا بصراحة كنت محضراها النهاردة، لكن هي هتبقى جاهزة إن شاء الله يوم السبت القادم هنشوفها مع بعض، ازاي بيتم نقل البصيلات بالتخدير الموضعي من مؤخره فروه الراس للمنطقه الاماميه بنفس الشكل اللي كان موجود عندنا زمان اللي احنا نسيناه، سواء كان بقى عند السيدات او عند الرجال بشكل خاص. ازاي يتم نقل البصيلات بحيث ان الشعر ده يطول ويتقص، لو الشعرايه دي وقعت يطلع مكانها ويبتدي ياخد الكثافه الطبيعيه بتاعه الاول. ازاي كمان نقدر نحافظ عن طريق الميزوثيرابي على الشعر لو في تساقط، بس يعني ما وصلناش لدرجه الصلع الوراثي، بقى في كمان موضوع كله ضعف في البصيلات او مشكله تساقط، ممكن ازاي بالميزوثيرابي نعالج. طبعا يعني انا كنت محضره التقرير ده، ان شاء الله احنا دلوقتي هنشوف التقرير الخاص بالبشره ومراحل العنايه بالبشره بالاجهزه المستخدمه فيها، من اول تنظيف البشره لغايه حقن الميزوثيرابي وحقن الهالات وفي الاخر الفيتوترون لو احنا محتاجين ندي نضاره او جلو او ننور البشره. هنشوف التقرير دوت ونرجع مع بعض تاني استقبل أسئلتكم واستفساراتكم. التقرير الصراحة بيشمل مشاكل تخص النمش والكلف وآثار حب الشباب، بيخص الهالات السوداء حوالين العين، كمان بيخص ازاي نقدر نعمل حاجة اسمها ميزو جلو، يعني ازاي نعمل ننور البشرة وندي ليها رونق طبيعي ليها من غير ما نعمل بقى حقن الفيلر. انا جالي بصراحة اس ام اس ان مدام بتقولي انا لما بعمل دايت ما بيتاثرش غير بشرتي، بشرتي بتخس جدا وبتفضل الارداف بنفس الحجم بتاعها، وهي دي بتبقى مشكلتي علشان انزل وزني، رغم ان وزني 65 كيلو وطولي 165 سم. يعني هو للوهله الاولى لما نشوف الوزن بالنسبه للطول ده ما فيش مشكله عندها، لكن هي عندها نحافه جامده جدا في منطقه البشره وعندها ارداف ممتلئه جدا. في الحاله دي على فكره الحل بسيط جدا، ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها السمارت لايبو. يمكن انا استعرضت السمارت لايبو الحلقه اللي فاتت ووضحت لكم بيتعمل ازاي. احنا ممكن نعمل امتصاص للدهون فوري من الاماكن اللي فيها دهون ونبتدي نعيد حقنها في البشره تاني، فبالتالي احنا خدنا الدهون الزياده من المكان الممتلئ اللي احنا مش راغبين الدهون تبقى موجوده فيه وحقناه في المكان اللي عامل لك المشكله، يبقى احنا كده عملنا توازن تاني وحافظنا على الوزن زي ما هو ورجعنا الدورة الدموية ومالينا البشرة وشلنا كل المشاكل اللي موجودة فيها. طيب معايا منى من القاهرة، اهلا يا منى. ايوه يا منى اتفضلي. هاي ازيك يا دكتور، اخبارك؟ هاي اهلا بيكي اتفضلي. اهلا حضرتك يا دكتور. دكتور انا بعد اذن حضرتك كنت استخدمت حاجه كده السمنان حوالين العين، الهالات السوداء، حاجات طبيعيه. يعني هو قال لي ان ده منتج طبيعي. تمام تمام. بس انا ما اعرفش ايه هو فهو الموضوع، يعني التركيبه دي معموله من ايه. بس استخدمتها، بس حاسه ان هي ما عملتش حاجه، يعني في السمنان حوالين العين، وحاجه غاليه مش كمان يعني عاديه. يعني تركيبه مش عارفه مكوناتها ايه يا منى؟ يا دكتور تركيبه مش عارفه مكونات التركيبه دي ايه؟ لا مش عارفه بصراحه مكوناته ايه، يعني حاجه ابيض كده على مش عارفه، يعني مش عارفه، يعني رغم ان هو حد كبير يعني مش حد عادي يعني. طب يعني بس كده. طب انا ممكن، بس انا مجرد ان استخدمتها مش حاسه ان هي عملت حاجه، يعني وحاجه غاليه مش رخيصه. استخدمتيها فتره قد ايه يا منى؟ يعني حضرتك كده بالظبط كده شهر. شهر ومفيش اي نتيجه؟ لا لا يعني مش شايفه نتيجه بصراحه. طيب هل الدكتور ادى لحضرتك نظام غذائي
سألك شوية أسئلة في الحالة الصحية بتاعت حضرتك لا مثلا. خالص خالص يا دكتور، انا بس كل في الموضوع ان انا رحت الفارما بتاعته سالته دكتور انا عندي كذا كذا، قال له اوكي انت عايزه تركيبه يبقى خدي التركيبه كذا خدي التركيبه كذا بس. شكرا حضرتك يعني ما قاليش حاجه غير كده يعني، فانا حتى يعني ماليش مثلا انت يعني مش زي حضرتك مثلا زي ما حضرتك بتقولي تتكلمي مثلا معانا طب ايه طب كذا كده بس. تمام يا منى، اشكر حضرتك وهرد على حضرتك. حاضر. مشكلة موضوع ان خدي التركيبة دي وهتجيب نتيجة زي الفل، الكلام ده كلام يعني ينقصه حاجات كتير. اوكي، يعني مثلا لما بيكون في ضعف في الدورة الدموية حوالين العين، اول حاجة نسأل عليها عدد كوبايات المية اللي احنا بناخدها، ثانيا عدد كوبايات العصاير اللي فيها فيتامين سي زي البرتقال، الاناناس، الجريف فروت لو الوزن عالي ممكن ننزله، الجوافة، الفراولة، الطماطم. مهم جدا عصير الطماطم على فكرة للناس اللي عندها مشكلة في الهالات، بس لازم تراعي الحالة الصحية. ده تاني حاجة. تالت حاجة، أسماك 3 مرات في الأسبوع عشان الأوميجا 3، ودي مهمة جدا للدورة الدموية حوالين العين. الأخضرات بقى داكنة اللون كلها خضار سلطة، دي مهمة جدا إنها تتاخد، جرجير، بروكلي، خيار، فلفل. مضادات أكسدة مليانة ألياف زي الكابوتشا، الخس، الكرومب الأحمر، دي كلها الأرنبيط، دي كلها حاجات مهمة جدا كمضادات أكسدة. نمتنع تماما عن المقليات علشان ما تبتديش يحصل ضعف في الدورة الدموية فنعاكس اللي احنا بنعمله. المفروض ان لو في اي مشاكل صحية زي الانيميا تتعالج، لان الهيموجلوبين لو قليل يبقى مش هيوصل الفيتامينات اللي انا باخدها دي كلها لمنطقة ما حول العين او للجلد عموما فبيعمل الاضطرابات. فالموضوع مش موضوع كريم، انا بشتغل من جوه لبره ومن بره لجوه، من بره لجوه عن طريق الكريم ده ومن جوه لبره عن طريق التغذية العلاجية. طيب معايا اتصال، معايا إلهام من القاهرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتورة كنت عايزة بس أستفسر، أنا شعري بيتساقط بطريقة فظيعة. بقاله قد إيه؟ بقاله قد إيه بيتساقط؟ لا بقاله فترة طويلة قوي، يعني من ساعة الحمل لحد بعد في الرضاعة كمان. بنتكلم في 2 3 سنين؟ ممكن 2 3 سنين. في قشره بتطلع في فروه الراس من وقت لا للاخر؟ لا مفيش قشره. اوكي، حضرتك ارضيه فروه الراس بانت؟ نعم. ارضيه فروه الراس بانت، يعني بدات فروه الراس تبان من المنطقه الاماميه؟ لا من فعلا من الجنب كده ابتدت، يعني على بسيط بدات تبان من الجناب. الشعر بيطول بشكل طبيعي؟ بيطول، حتى انا كنت بقالي فتره طويله قوي قعدت يجي سنه ما قصوش خالص، ولسه قصاه من فتره وبعد ما قصيته ابتدى يتساقط اكتر. قولي لي حضرتك يعني بتشربي بطريقه رهيبه، يعني حتى كل ما بسرحه بينزل كميه شعر طويله جدا. اوكي، حضرتك بتاخدي فيتامينات معينه للمشكله دي؟ حاولتي يعني تعملي اي حاجه؟ فيتامينات معينه، حقن، مقويات للشعر، يعني كشفتي خدتي علاج؟ لا. لا ما حصلش. حضرتك بتعملي صبغات لشعرك او فرد؟ لا هي مره بس، والكلام ده كان من حوالي 2 3 سنين كمان. اوكي، حضرتك ده صبغات ولا فردي فن؟ مره من 2 3 سنين دي كانت صبغه. كانت صبغه عاديه. كانت صبغه بس من 2 3 سنين تقريبا. حضرتك خدتي فيتامينات ومقويات اثناء الحمل واثناء الرضاعه؟ اثناء الرضاعه لا ما خدتش، كنت باخد اثناء الحمل كان حديد فقط. اوكي، حاضر يا مدام الهام. تساقط الشعر مشكلة المشاكل الصراحة، ولما بتبتدي يحصل اضطراب في الدورة ما بين ال3 مراحل بتاعة نمو الشعر بيبتدي تحصل مشكلة ظهور الفراغات. هو طبيعي ان الشعر يقع بمعدل مش بطال يوميا، يعني ممكن يوصل ل100 شعراية وده مكتوب في الكتب، بس لو الدورة منتظمة بيحصل انبات للشعر اللي بيقع وظهور تاني للشعر. لما الدورة دي بتتلخبط بتبقى نتيجة لاضطراب في الدورة الدموية حوالين بصيلات الشعر، وده ممكن يبقى بتأثير حاجات كتير قوي. صراحة ان في سيدات كتير قوي بتلبس الطرحة فترة طويلة جدا، وبتكون الطرحة دي مكونة من الياف صناعية، مفترض انها تكون حاجة قطن طبيعية وتكون خفيفة، ما تكونش كذا طبقة فوق بعضها وتقعد فترة طويلة جدا على الشعر، ده بيأثر على الدورة الدموية حوالين الشعراية بيكتم الشعراية.
في سيدات كتير قوي على فكره تقول انا ما عنديش قشره، وفجاه في الكشف نبص نلاقي فيه طبقه جامده جدا مش مكتشفينها ان هي موجوده. المفروض ان احنا بنسرح شعرنا يا مدام الهام بمشط خشب او عاج، لان الحاجات البلاستيك بتعمل شحنه كهربائيه على الشعر وبتمنع وصول الدوره الدمويه للبصيله. كل اللي بنلبسه المفروض يبقى قطان وتكون حاجه خفيفه، ونعرض شعرنا لو حتى للشمس او حتى اللمبه نيون، مش لازم الاشعه الفوق بنفسجيه المباشره. ويفضل يعني الوقت بتاع من 8 ل 10 او من 4 ل 6، 8 ل 10 صباحا او من 4 ل 6 مساء، ده احسن وقت ممكن تعرضي فيه الشعر نفسه للاشعه الفوق بنفسجيه. طيب معانا دعاء ونرجع تاني للالهام. اهلا يا دعاء. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتوره؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي يا دعاء. انا كنت عايزه اسال حضرتك بس على سؤال. انا دلوقتي انا شعري كان كويس الى حد ما، وبعدين رحت كويته في كوافير وكده، فالكوافيره سويته لي وهو مبلول، فشعري باظ خالص وقصف جدا، ومن ساعتها وانا مش عارفه اعمل اي حاجه، ومش راضي يطول ولا راضي يعمل اي حاجه، فمش عارفه اتصرف ازاي. حتى الطول اتاثر؟ هو اصلا خلاص مش راضي يطول تاني خالص. هو الشعر طبعا لو يعني اتعمل له الفير وهو مبلول كده اتدمرت الشعرية نفسها، لكن كون ان هو تمام. يأثر كمان على الدورة الدموية بتاعة البصيلة والشعر كمان الإطالة بتاعته تبقى صعبة، دي بتبقى مشكلة المشاكل. طيب اوكي، حضرتك تقدري تشرفينا يا دعاء، تقدري تشرفينا في مستشفى الرسالة نعمل تحليل تمام. البصيلة او كشف، ويكتب لحضرتك بقى من الاول ايه الشامبو اللي تستخدميه لشعرك وايه الكريم اللي يدهن، ولو احتاجتي بقى ميزوثيرابي، علشان الإطالة دي محتاجة حاجة اسمها مادة اسمها ديكسترا بانثينول. اوكي، ودي هو انا ممكن كمان اصلا عملت بعد كده، عملت في شعري فرد فبوظه اكتر كمان يعني. لا لا، الجلد احسن بقى يا دعاء، الموضوع محتاج علاج وعلاج يعني بشكل مكثف. اعتقد لو شرفتينا هتستفيدي اكتر. اوكي، هنتظرك يا دعاء. قسم الجلدية يا دعاء في مستشفى الرسالة التخصصي يوميا من الساعة 10 لغاية الساعة 7 تحت إشراف استشاريين في الجلدية، يتم تشخيص الحالة صح وعلاجها صح بقى، لأن احنا كده محتاجين نعمل ميدوثيرابي علشان نقوي البصيلات، محتاجين ناخد علاج، محتاجة حمامات، كريمات، زيوت على حسب بقى نوع الشعر، نشوف الفتلة بتاعة الشعر ايه، ونبتدي بقى نكتب لك العلاج، حتى الفيتامينات اللي انت محتاجة تاخديها يمكن حتى نديها على شكل حقن علشان ندعم النتيجة بشكل أقوى يعني. يمكن المشاكل الشعر او مشاكل البشره الاثنين مرتبطين ببعض، ولما دايما بيكون في مشكله في البشره لازم بالتابعيه يكون فيها مشكله في الشعر على فكره، خصوصا عند السيدات وخصوصا اللي بيعملوا انظمه غذائيه، اللي بيعانوا من سمنه جامده او نحافه جامده، دايما بيبقى في عندنا دروب في الحاله الصحيه العامه، وبالتالي بينعكس هذا الدروب في الحاله الصحيه على حاله الجلد عموما. يمكن الجلد ده اكبر جهاز موجود في جسمنا، والمفروض ان احنا ناخد بالنا منه، ده ما بيحصلش عاده. لما بيتاخد حتى شاور وبيتاخد حمام يوميا، ما بيرعاش حتى ان هو يتحط لو في نشفان في الجلد بيتساب فترة طويلة جدا حتى بيهمل. المفروض ان اضعف الايمان نحط زيت جنين قمح او زيت زيتون مثلا. لو زيت الزيتون هندهنه صباحا لانه بيعتبر فيه معامل وقاية من الشمس مع بعض الزيوت الطبيعية التانية، وجنين القمح بيستخدم مساء لو بناخد الشاور مساء. الشعر من الحاجات المكونة من فيتامينات ومعادن وبروتين كمان، والبروتين دوت هو اللي بتكونه البصيلة بتاعت الشعر، فلو احنا الوجبة بتاعتنا الغذائية ما فيهاش التلاتة دول لازم حاجة فيهم تضعف، البروتين عشان يغذي البصيلة عشان البصيلة دي تكون لي شعراية، المعادن والفيتامينات عن الشعراية ديت لغاية آخر أطرافها تنمو بشكل صحي وهيلثي. يبقى احنا محتاجين ان احنا ناخد مجموعة علاجية كاملة علشان نقدر نوصل بالحاجة الموضعية للنتيجة المرجوة منها. طيب